مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سادت اليوم أجواء مغبرة في المناطق الشمالية من المملكة، وكانت درجات الحرارة باردة بسبب كتلة هوائية باردة تأثرت بها المناطق الشمالية من المملكة، ولكن باقي مناطق المملكة كانت درجات الحرارة فيها دافئة، ووصلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة الرياض اليوم إلى 33 درجة مئوية، أما الصغرى في العاصمة الرياض اليوم تصل إلى 15 درجة مئوية وهناك أتربة مثارة. درجات الحرارة الملموسة تكون أقل من ذلك وتصل إلى 14 درجة مئوية، ونسب الرطوبة تصل إلى 31%. أما سرعة الرياح تصل إلى 26 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن السعودية، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في سكاكا 21 نهارا 3 ليلا وأجواء مشمسة، عرعر كذلك الأمر أجواء مشمسة 20 نهارا 5 درجات مئوية ليلا، وتبوك 24 10 درجات مئوية ليلا وأيضا أجواء مشمسة. درجات الحرارة في المدينة المنورة 29 نهارا و16 ليلا، جدة 31 20 ليلا، مكة المكرمة 35 21 درجة مئوية الصغرى، والطائف 25 14 درجة مئوية، وأيضا أجواء مشمسة وغائمة جزئيا. أما درجات الحرارة في أبها نهارا تصل إلى 24 ليلا 13، الباحة 22 ليلا 15، وجازان 28 الصغرى 26 درجة مئوية، وأجواء مشمسة في كل من أبها والباحة وغائمة جزئيا في جازان. أما درجات الحرارة نهارا تصل في الدمام إلى 24 ليلا 13 وأجواء مغبرة، حفر الباطن أجواء مشمسة ونهارا 22 الصغرى 10، والإحساء أجواء مغبرة 26 نهارا و12 درجة مئوية الصغرى. أما درجات الحرارة في الرياض أجواء مشمسة و25 نهارا 11 ليلا، بريدة أيضا أجواء مشمسة و22 8 درجات مئوية الصغرى، وحائل كذلك الأمر 21 درجة مئوية نهارا والصغرى 5 درجات مئوية وأجواء مشمسة في هذه المناطق. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.